الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة، في هذه الدقائق لنبين صفة الصلاة تطبيقا عمليا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن يتطهر المسلم وبهذا يكون نوى الصلاة ويستقبل القبلة، ثم يكبر الله أكبر، كبر الآن علي، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهنا نقطة مهمة يجب التنبيه عليها: ينسى بعضهم البسملة، وهي آية من آيات الفاتحة، وإذا أخل بالفاتحة، والفاتحة ركن، فتبطل الصلاة. يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر بعدها. بعدما يقرأ ما تيسر، يرفع يديه قائلا: الله أكبر، لكي يركع. ارفع يديك الآن، الله أكبر، يركع. يركع بهذه الصفة. بعدما يركع يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثلاث مرات. ثم يرفع من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، رافعا يده هكذا. ثم يخر ساجدا على الأعضاء السبعة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أمرني ربي أن أسجد على سبعة أعظم. ثم يخر ساجدا على الأعضاء السبعة: الرأس، اليدين، الركبتين، القدمين، ويقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثلاث مرات. ثم يرفع من السجود ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثلاث مرات. ثم يسجد ويصنع كما صنع في السجدة الأولى على الأعضاء السبعة، ويقول: سبحان ربي الأعلى، ثلاث مرات. ويرفع للركعة الثانية قائلا: الله أكبر، ويقرأ الفاتحة ويصنع كما صنع في الركعة الأولى، ثم يركع ويرفع من الركوع كما صنع كذلك في الركعة الأولى. ثم يجلس للتشهد قائلا: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هنا إذا كان التشهد الأول في الصلاة الثلاثية مثل المغرب، أو الرباعية مثل العصر والظهر والعشاء، هنا ينتهي التشهد الأول، ويرفع بعد هذا حينما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يرفع قائمًا للركعة التي بعده. إن كان هذا التشهد الأخير أو الصلاة الثنائية، فيقول بعدما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المواطن في أدبار الصلوات المفروضة، من مواطن إجابة الدعاء. بعد هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ملتفتا عن يمينه حتى يبان يظهر بياض خده لمن خلفه، ويلتفت عن شماله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وبهذا ينتهي من صلاته قائلا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.